وحول قمة الشباب 2020 معنا عبر الهاتف السيد عبد الكريم المير، مدير إدارة الفعاليات والبرامج بوزارة شؤون الشباب والرياضة. مساء الخير سيد عبد الكريم، ما أهمية عقد قمة تعنى بالشباب في ظل التحديات والظروف التي يمر بها العالم اليوم؟ طبعا تحت رعاية كريمة وتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، تأتي هذه القمة في هذه السنة بنسختها الثانية، واللي احنا نتمنى إن شاء الله تكون هي قمة فريدة من نوعها. وراح تشرك الشباب ولأول مرة في منصة واحدة مع صناع القرار أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بمملكة البحرين. طبعا تهدف القمة للنقاش والتحاور حول التحديات اللي تواجهها الوزارات المشاركة، بهدف إشراك الشباب بشكل مباشر في عملية صنع القرار، حيث سيتم تقديم الحلول والأفكار الابتكارية من نخبة شباب مملكة البحرين إن شاء الله. نعم، ما هي الموضوعات التي سيتم التركيز عليها في هذه القمة؟ طبعا بالنسبة للموضوعات والمحاور تم تحديدها من قبل الوزارات بعد ما تم مخاطبتهم من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة، وتم تقديم تقرير مفصل بالتحديات اللي تواجهها كل وزارة في مملكة البحرين في مختلف المجالات. وطبعا تم أيضا تشكيل مجموعات من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة، تم ترشيحهم من قبل مجلس التعليم العالي، طبعا هم طلبة في جامعات البحرين، وهم دليل إن شاء الله الشباب والمجموعات راح يعملون على ابتكار والخروج بأفكار و يعني أفكار لهذه التحديات وحلول لهذه التحديات. وطبعا كونهم نخبة من شباب المجتمع إن شاء الله راح يشتغلون. طبعا تم تسليم الشباب جميع التحديات اللي تواجهها الوزارات، وهم حاليا في مرحلة العصف الذهني على أساس أن إن شاء الله في قمة الشباب يتم طرح هذه التحديات والحلول لها إن شاء الله. وإحنا نأمل من خلال هذه القمة أن نوصل لحلول جديدة وجذرية من خلال مخرجات قمة الشباب 2020، وإن شاء الله راح يتم رفع جميع هذه التوصيات إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن شاء الله. السيد عبد الكريم المير، مدير إدارة الفعاليات والبرامج بوزارة شؤون الشباب والرياضة، شكرا جزيلا لك.